وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الدكتور وفيق نصر، عضو البرلمان العالمي للبيئة. دكتور وفيق، بعد التحية، وفيق نصير عفوا، عضو البرلمان العالمي للبيئة. دكتور وفيق، بعد التحية، كيف تقرأ زيارة كيري والتحضيرات وعقد الاجتماع الأول للتحضيرات الخاصة بقمة كوب 27 للتغير المناخي والمقرر عقدها بشرم الشيخ؟ أهلا وسهلا بسيادتك وبالسادة المشاهدين. طبعا اللقاء دون بيعكس أهمية اهتمام أمريكا بمؤتمر المناخ المنعقد في مصر، نأمل أنه يكلل بالنجاح إن شاء الله. طبعا دور أمريكا هنا مش بس مساعدة مصر على التغلب على التغيرات المناخية من ناحية أمريكا، لا، كمان أمريكا هتلعب دور في أن هي توفق بين الدول الكبرى الأخرى، الصين والهند ودول أوروبا، في الوصول إلى اتفاق، أولا هقول اتفاق تاريخي إن شاء الله زي اللي حدث في 2015 في باريس. والحاجة الثانية إن هي في صندوق المناخ تساعد الوصول إلى المبلغ المقرر اللي هو 100 مليار دولار، ما كانش أكتر يعني، سنويا، اللي اتفق عليه من 2015 برضو، ولغاية دلوقتي لسه ما وصلناش لهذا المبلغ. الرئيس السيسي أكد أن مصر ستتبنى، دكتور وفيق، مقاربة شاملة ومحايدة خلال رئاستها لقمة المناخ تأخذ في الاعتبار مواقف كافة الأطراف الدولية. كيف تقرأ المقاربة المصرية الخاصة بقمة المناخ المقبلة؟ طبعا هو مصر حاليا هتلعب إن شاء الله دور قوي جدا للمنطقة كلها، مش بس هنتكلم على المشروعات التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر اللي بتقوم بيها مصر، لكن كمان مصر هتتكلم عن كل دول أفريقيا وكمان الدول العربية في شرح الأثر السلبي لتغير المناخ على هذه الدول ومشاركة الدول الكبرى في التغلب على هذه الآثار، وطبعا التقارب مع الشركات الكبرى المهتمة بالبيئة لاستثمارات في على أرض مصر إن شاء الله. الدكتور وفيق نصير، عضو البرلمان العالمي للبيئة، شكرا جزيلا لك.